رايح صورة مزيفة. يعني أقول لك حاجة، ممكن يبقى رايح أي حد دايما، يعني يبقى رايح يتجوز أو بتاع، وأحيانا في ناس بتخفي الصورة الحقيقية بتاعتها. يعني ممكن يروح لهبه أبو العروس يقول له بتشرب سجاير، يبقى بيشرب سجاير طبعا، بس السؤال بيسأل له هيقول له إيه؟ لا ما بشربش. بتصلي؟ ممكن ما بيصليش، هيرد عليه يقول له إيه؟ بصلي. فبتلاقي دايما دايما الواحد يعني بيظهر بصورة غير حقيقية، غير صورته الحقيقية. فده بيظهر إمتى بقى؟ بيظهر بعدين، بعد الجواز خلاص. في عيوب بتظهر قبل الجواز بس قليلة، الى حد ما بتظهر بس بتبقى خلاص. انت يعني اللي هو ايه، عندنا منطق كلام الناس، بس على الاقل هي لو عارفه. انا لو يعني مثلا واحده اتخطبت وسابتها، لا، او لو هي شافت عند التاني مثلا تتخطب مره تانية، لقيت في عيوب. طب انت هتسيبي خطيبك مرتين؟ يبقى ضغط الاهل بقى، فضغط بقى النفسي. طب انتوا يا جماعه ما تسيبوا حريه الاختيار، سيبوا مثلا ان احنا ما نتكلمش، يعني ما نعقدش الامور. فيها ايه لما الواحده تتخطب مرتين او ثلاثه؟ طب ما ده طب ما انت هتفرحي لما البنت تجيلك مطلقه بعد كده. بس في ناس مش هتبقى يعني في عائلات مش هتظبط. اول انت فاهم كلام الناس، اللي الناس بتتعود على كلام الناس وهي تحت الضغوط اللي هي حواليها، فاضطرت توافق. وده سبب من الاسباب بالنسبه للطلاق. تستمر الحياه وبتمشي. فهو بص، الاختيار اللي بقى يعني زي ما انت بتقولي مش كويس من الاول، خلاص بتبقى الدنيا. يعني الناس عايزه تكمل حياتها بالعافيه، يعني الناس عماله تزق الايام عشان تعدي. بقى عندها عيال، بقى عندها خلاص، هنمشي الدنيا خلاص. كل واحد بيقول لك ايه، اهو خلاص هنكمل وخلاص.